what's happening. بكل تأكيد وإلا لكانت النتيجة مختلفة. يحاول تمريرها من بين المدافعين كريستيانو والآن فرصة للتحول الهجوم. كرة من جهة اليمين والأرض ضربة رأس. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم. تمريرة جميلة ميسي وإلى اللقاء في مواعيد قادمة. في المساحة الخالية وضربة رأسية في هذا اللقاء روح رياضية نتمنى.